لا او لحصول خصومات يعني خرجنا من اجل مطالب، من سيحقق هذه المطالب فهو الوطنيه الحق. انت سماح يعني تنظرين الى الثوره بانها ثوره بناء والهدف الاساسي هو بناء الوطن يعني، ومن يحقق ذلك فنحن معه او انتن معه يعني، واهداف الثوره هي أهداف في المقدمه الثورة. طيب دعيني انتقل ايضا الى سماح، يعني ممكن تعطي الميكروفون. سماح تفضلي، رايك في حكومه الوفاق الوطني؟ نحن عندما خرجنا الى الساحات لم اخرج انا ضد شخص او ضد حزب معين، خرجت ضد الفساد باكمله، ضد نظام كامل. لحظه، في هذه النقطه الكل كان يتكلم هنا ومن على المنصه، فتيات، شباب، شابات، كبار في السن، اطفال، بانهم ضد الاسره، ضد علي عبد الله صالح واسرته. لا، النظام، انا في وجهه نظري لم يكن النظام فقط علي عبد الله صالح واسرته، دخلوا ناس في النظام، نريد ايضا ان يزالوا هؤلاء الناس. يعني الان غيرتوا رايكم؟ لم نغير راينا. ارتفعت سقف المطالب؟ هذا الراي كان من اول ما خرجنا، نحن ضد الظلم، ضد النظام الفاسد بأكمل، ليس ضد الشخص. أو بالنسبة لرأيي في تشكيل الحكومة أو المبادرة، نحن قلنا في البداية لا تعنينا المبادرة الخليجية، ليس من باب الرفض لأجل الرفض، لأن دائما الثورات لا تحل بأزمة سياسية، هي ثورة ومن سينجزها هو الشعب. الآن بمستطاع الوزراء الجدد الذي هم مع الثورة أصلا أن يخدموا هذه الثورة بماذا؟ أن يسمحوا لنا فعلا أن نصل إلى القصر الجمهوري. مسكوهم وزارة يعني إذا سمحوا لك بالوصول إلى القصر الجمهوري، ما الذي ستفعلين في القصر الجمهوري؟ كيف ما نصل؟ ناوية تكوني رئيسة يعني؟ أتمنى أن أحصل على السلطة. أنا طيب، هذا إذا كان لديك هدف بأنك تكوني رئيسة بدل علي عبد الله صالح ستصلين إلى لا مانع في ذلك، لا أعتقد طيب أن هناك يعني مانع. المبادرة الخليجية عمليا هي أقصت علي عبد الله صالح، علي عبد الله صالح سلم سلطاته للنائب، الآن النائب يتصرف كرئيس جمهورية، شكل الحكومة، الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام النائب. أريد أن أقول لك شيء، الرئيس علي عبد الله صالح قبل المبادرة كان رئيس، بعد المبادرة أصبح رئيس الرئيس، عاد وهو رئيس الرئيس. نحن خرجنا وقلنا لدينا شرعية ثورية، أي أنها ألغت الشرعية الدستورية، سقط الدستور من أول يوم خرجنا إلى الساحات، فكيف الآن سنتعامل بالدستور الذي كان مع علي عبد الله صالح؟ الآن أنت تتعاملين وفقا للشرعية التوافقية، تفضلي، يعني هذه الحكومة وهذه المبادرة خلقت ماجدة شرعية توافقية، يعني ما المانع أن تتوافق الشرعية الثورية مع الشرعية الدستورية وتتوافق لإنجاز المرحلة المقبلة؟ تفضل. أولا أنا أريد أن أوضح شيء، يعني نحن حينما انطلقت شرارة الثورة فنحن بالشباب انطلقت هذه الشرارة، وانضم أحزاب اللقاء المشترك إلى هذه الثورة كجزء من مكونات الثورة، وانضم المستقلين من الحزب الحاكم للمؤتمر، رحبنا بهم في الساحات وقلنا في البداية أي تسوية سياسية تصب في مصلحة وتحقيق أهداف الثورة فنحن على استعداد بها. يعني ليست المسألة مسألة أحزاب أو مسألة مستقلين، الثورة ثورة شباب شعبية، شباب يقودها الشباب من هذه الناحية. أما الناحية الثانية، حينما خرجنا لنا مطالب، الأهداف الثورة سأوددها في ثلاث نقاط. تفضلي. النقطة الأولى هي إزاحة نظام فوضوي عصبوي، يعني إزاحة هذا النظام في الكامل. طيب، هذه النقطة المبادرة الخليجية تعمل وان بشكل مرحلي على ازاحه هذا النظام. نحن هذه المبادره الخليجيه او الاليه التنفيذيه التي اتى بها بن عمر، المبادره ما هي الا شكل، اعتبرها شكل رسمي فقط. الاليه التنفيذيه هي نصت على هذا، نحن في اوراق، نحن نريد تطبيق على ارض الواقع في الهدف هذا. الهدف الثاني الذي اوجزه في النقطه الثانيه بناء دوله، وبناء اولا نظام قوي. هذه النقطة الثانية بناء دولة. لا، من حيث الأهداف. طيب، احنا أوجدنا الهدف دعيني الأول. نتناقش ماجدة يعني بهدوء. لا، النقطة الأولى إزاحة النظام، وتحدثنا بأن الآلية الآن على وشك أن تزيح بهذا النظام وتسلم السلطة لعبد الرب منصور هادي. بناء الدولة، حكومة الوفاق الوطني ما شكلت إلا لبناء هذه الدولة وبناء يمن الغد. ونحن لسنا ضد هذه الحكومة، لسنا ضدها، ولكن حينما اتفقوا هؤلاء الأطراف المشترك والأحزاب الحكومة باسندوة، منتظرين من هذه الحكومة شيء على أرض الواقع، المحافظة بمعنى أصح، المحافظة على نوع من توفير الاحتياجات الأساسية للشعب، الماء، الكهرباء، نحن 24 ساعة في من غير. طيب، النقطة الثالثة، الهدف الثالث. النقطة الهدف الثالث وهي بتكون بناء الدولة،
بناء دولة قوية، دولة كبقية دول العالم. يعني إزاحة النظام بناء الدولة. أخلص فكرتي. طيب. لديها دستور قوي ولديها سيادة قوية لا يستطيع أحدا أن يخرقها، هذا ما خرجنا من أجله، هذه الثلاثة الأهداف التي أوجزها في أهداف الثورة. يعني أستطيع أقول وإن النقاش لم يتم، تبقى عفراء وإشراق كذلك، بأنه فتيات التغيير الرأي يبدو أكثر نضجا يعني من شباب التغيير. تفضلي إشراق يعني إذا سمحتي. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة جزيرة مباشرة على الاستضافة. طبعا أنا شو أقول لك، عندما الشباب خرجوا إلى الساحات خرجوا يهتفون كلهم بصوت واحد، الشعب يريد إسقاط النظام. النظام من؟ النظام الفاسد. صح علي عبد الله صالح جزء من النظام لكنه ليس كله. لكن يعني هو إشراق يعني في تفضل يعني. يعني هو وأسرته وأتباعه والذي حكموا معه طوال 33 سنة شركاء في الفساد. علي عبد الله صالح وحده ما يقدرش يفسد هذا الفساد كله، له شركاء في الفساد. ويعني وهؤلاء يجب أن لا تعطى لهم الضمانات، بل سوف يحاسبون ويحاكمون. يعني وأنا واثق أنهم سيحاكمون وسيحاسبون لأنها عدالة السماء. إحنا بس أخذنا بالأسباب وخرجنا وقلنا كلمة حق، لكن منتظرين من الله النصر وليس من البشر النصر. لا منتظرين لا من مجتمع دولي ولا من دول الخليج، ولا لم ننتظر منهم أنهم ينصرونا. إحنا منتظرين النصر من عند الله. نحن خرجنا ضد حاكم جائر ومنتظرين النصر من عنده. طيب إشراق، يعني أمام هذه الرؤية المثالية منتظرين النصر عند الله أكيد يعني، لكن هناك وسائل لابد من الإنسان والثائر من أن يبذل وسائل عدة يعني. فهذه حكومة الوفاق والمبادرة وسيلة من وسائل إزاحة هذا النظام وبناء الدولة. طيب يا أستاذ لو سمحت، بالنسبة لهذه الآلية حسب ما قلتها وفهمتها، علي عبد الله صالح أوكي حيتنحى إلى يوم 21 فبراير صح؟ حيتنحى حيرأس رئيس توافقي وهو عبد ربه منصور هادي. هل هذه الشخصية قوية تستطيع اتخاذ القرارات، أم ستكون شخصية وراها شخصية تنفذ هي القرارات؟ وخاصة أنه في الآلية حسب الآلية أنه بيقول لك إذا اختلفوا حبسنا الوزراء أو الحكومة وحكومة الوفاق، إذا اختلفوا في أي نقطة من الحكم فيها، الحكم فيها الرئيس التوافقي. والرئيس التوافقي من هو؟ عبد ربه منصور هادي. طيب. عبد ربه منصور هادي دليل موقف شجاع وقوي. مجازر تعز كان يعني تقصف، كانت هنا مجازر في صنعاء، وعلي عبد الله صالح كان في السعوديه، ما كان دوله. طيب. يكفي انه يعني قبلها لم يكن مفوض، لكن الان يكفي. انت قلتي بانه رئيس توافقي، والرئيس التوافقي يعني توافق عليه الكل، ولن يتوافق عليه الكل الا اذا كان يتمتع بصفات وخصائص تمنحه القدرة على إدارة دفة التغيير إلى الأيام بيننا. طيب صبرنا يعني على علي عبد الله صالح 33 سنة، نستطيع أن نصبر في الساحات حتى سنتين حتى نشوف ماذا ستحقق. هي ثلاثة أشهر وتظهر يعني ثلاثة أشهر بس يعني بعد الرئيس ليس دولة أيوه نعم، لكن الحكومة ستمارس أعمالها مع الرئيس الجديد بعد ثلاثة أشهر، يعني معهم سنتين حنشوفهم بسنتين على ما قالت اختي. طيب هل سيهتمون بالاشياء الاساسيه في حياتنا؟ الان انا ما اشبعي كهرباء ذا يومين، اسلحه حق التليفون اشحنه في بيت والشاحن في بيت وحاله يرثى لها، لا اقدر اتابع لها اخبار. سناتي الى متطلبات الشعب والاوضاع المعيشيه، دعيني انتقل الى عفراء. عفراء، هل توافقي زميلاتك يعني على بداية توقيع المبادرة الخليجية والآليات أتت تحت ضغط الشعب ولم تأتي نتيجة لحل أزمة سياسية؟ لو أن النظام صالح لم يصل إلى أضعف وأوهن مرحلة من تاريخ حكمه لما وقع على المبادرة، لأنه إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك قادرة على التفاوض وعلى عمل مبادرة من قبل الثورة واستطاعت أن تقنع علي عبد الله صالح بالتوقيع لكان وقع، لكنه عندما وصل إلى درجة لا يعلم بأن العالم كله أصبح ضده وأن الشارع خارجه يرفضه ويرفض نظامه وقع على الآلية وقع على المبادرة. حكومة الوفاق يعني هذه المبادرة ثمرة من ثمارات النضال المستمر هنا في الساحات. لو لم تقوم الثورة ولولا نضال الشعب اليمني بكامله لما وقعت المبادرة. حكومة الوفاق الوطني تعتبر أولى خطوات تنفيذ الآلية الخليجية. نحن لسنا ضد تشكيل حكومة، بالعكس نحن بحاجة إلى حكومة وفاق وطني لتسيير المرحلة الانتقالية التي نمر بها، خاصة بأننا نعلم بأنه الثورة السلمية لها أدوات، اعتصامات، احتجاجات، مسيرات، ولكنها لا تنتهي إلا عن طريق نقل سلطة وعن طريق حل سياسي، وهذه إحدى الطرق.
اعتراضنا على الحكومة هو اعتراض على الشخصيات الفاسدة التي فيها والتي تلطخت أيديهم بدماء الثوار وأيضا بأموال الشعب، خاصة من جانب النظام، لأن 9 من الحقائب الوزارية لم تتغير وظلت نفس الوجوه وظل نفس الفساد، هذا هو اعتراضنا عليها. لكننا إلى الآن لن نتعامل بالتخمين ولن نتعامل بالتنجيم، سوف نتعامل على أرض الواقع. الآن هي مرحلة إثبات حسن النوايا وإثبات من هو قادر على تحمل مسؤولية المرحلة والخروج باليمن إلى طوق النجاة. إذا كانت هذه الحكومة قادرة على تسيير شؤون البلاد والعباد بشكل صحيح وتحقيق أهداف الثورة وأهداف الشعب بشكل مرضي فنحن معها، وإن أثبتت فشلها فهي تجربة مثلها مثل أي تجربة سابقة، مثل أي تحالف في الساحة انشئ وفشل، مثل أي مجلس شكل وفك وتفكك، هي تجربة. إن نجحت هذا شيء جميل ويكون للمشترك ليس الفضل وإنما له الشرف بأنه استطاع أن يخرج من هذه الأزمة بأقل تكلفة ممكنة، خاصة بأنه عند توقيعه على المبادرة كان يعلم بأن أسلوب زحزحة النظام بأطول فترة لكن بأقل تكاليف ممكنة أفضل بكثير من إسقاط النظام بسرعة أو بوقت أقصر خاصة عن طريق الحل العسكري، ولكن بتكلفة باهظة جدا، خاصة بأن لدينا الآن تجارب سبقتنا مثل التجربة المصرية والتجربة الليبية. استطاعت الثورة اليمنية أن تخلق نموذج جديد. نعم. والنموذج الليبي نموذج على ما أعتقد غير مرغوب فيه هنا في اليمن. لما له من آثار وتداعيات سلبية على البنية التحتية وعلى المجتمع. هذا التجربة الليبية من الجميل أنها سبقت تجربتنا نحن في اليمن. وأنا أرجو أيضاً أن لا يفهم من كلامي بأني مع المبادرة، أنا لست مع المبادرة ولا ضد المبادرة حتى المشاهد الكريم يعني، وإنما هنا أنقل وجهة النظر الأخرى. دعيني أنتقل إلى ماجدة. ماجدة، ما هي أبرز المطالب؟ أو قبل أن نتكلم على أبرز المطالب يعني، أنت هل لك اعتراض على شخصيات محددة في الحكومة؟ هل يعني رأيت في هذه الشخصيات حوالي 25 شخص 35 يعني لديهم جميعهم القدرة على أن ينقلوا اليمن إلى المستقبل الذي تحلمون به؟ أولاً التشكيل الحكومي هنا نحن كشباب اعتبرنا هو مفتاح الطريق لتحقيق أهدافنا ومفتاح للطريق فقط، يعني ليس بهذه الضجة التي تستحقها هذه. بالنسبة للشيء الثاني، نحن كشباب موجودين في ميادين الساحة، في ميادين الثورة وليس في ساحة التغيير، في ساحة الثورة، في فرق ما بين ميادين الثورة وساحة الثورة. بالنسبة للتشكيلة الحكومية الجديدة هذه، كنا نتمنى من الأخوة في الحزب الحاكم وتحت لهم الفرصة بما فيها الكفاية بأن يبرزوا شخصيتهم البارزة والوطنية لبناء هذه الدولة، ولكن تفاجأنا بأنه هم بعض الأشخاص هم نفس الأشخاص في نفس المكان في الوزارة، ووزراء آخرون نقلوهم من وزارات إلى وزارات. بالنسبة للحزب الحاكم يعني أم للمعارضة؟ بالنسبة للحزب الحاكم. ووزراء المعارضة، هل لديك أي اعتراض على أي شخص؟ والله نحن كشباب يعني ما يطبق على أرض الواقع وما يسقط على أرض الواقع هنا نستطيع أن نعترض على هذه الأشياء. لكن نحن متفائلة بشخصيات حتى وإن قلنا المعارضة، إن كنت لديك اعتراض على لا أنا لا أعترض بالمفهوم العام بالإجمال يعني، ولكن إحنا قلنا هناك شخصيات مثالية وقيادية وقادرة على بناء الدولة من كلا الطرفين، سواء من الحزب الحاكم أو سواء من الحزب، لكن نحن ما نروده تطبيق وإسقاط هذه الآلية على أرض الواقع. نحن بلا ماء، نحن شعب فيها كهرباء، المشقات النفطية، الأسعار مرتفعة، البلد في حالة فوضى، البلد في حالة طيب عشوائية. طيب دعيني أنتقل إلى سمحت تفضل يعني. سؤال الذي هل هم رجال الموقف؟ نعم. أنت سألت هل هم رجال الموقف؟ بصراحة وبدون تزييف للمواقف، لا أعتقد أن الذي وجدوا الآن أنهم رجال الموقف ويستطيعوا أن يخرجوا اليمن من هذا المأزق. لماذا؟ أولاً لا أعتقد أن هناك نية صافية وصادقة من الحزب الحاكم. ستسألني كيف؟ ننظر إلى الوزراء الذين ما زالوا في أماكنهم. أعتقد أني كنت أقرأ دائما في قناة سهيل بأن عباد كان يقود بنفسه عدد من البلاطجة، أي كان يقود بنفسه عدد من البلاطجة، فكيف الآن يكون هو وزير في وزارة توافقية؟ لماذا لم يأتوا بأشخاص يكونوا أكثر نزاهة،
لماذا لم يقدموا أشخاص أكثر نزاهة؟ لكن هؤلاء الوزراء يعني الشعب سيحكم عليهم يعني الآن هم تحت المجهر. نحن الآن أنا في وجهة نظري أعتقد بأننا لم نعمل شيء، لم ننتصر نحن، لأن وكأنهم يعطون هؤلاء تحدي، ما زالوا هم في أماكنهم. أنا أريد أن أضيف شيء آخر بالنسبة ما أعطوا المعارضة، أعطوهم وزارة الداخلية وأعطوهم وزارة المالية. أعتقد بأن هذا أكبر فخ كان للمعارضة. ستقول لي كيف؟ المالية الآن مفلسة تقريبا، وكانت وزارة التوظيف الخدمة المدنية بيد الحزب الحاكم. هو الآن سيوظف ويريد الميزانية من من؟ ويريد الميزانية من المعارضة. من أين سيوفرون كل هذا؟ طيب أنت تعتقدين بأن المعارضة يعني وقعت في فخ كبير يعني جداً معقول جداً. المعارضة بكل ما فيها في من خبرة لم تدرك بأن هذا فخ؟ أنا أعتقد بأنها وقعت أيضا. إذا أردنا أن نستمر في الساحة قد يجعلوا وزارة أن تقل إلى سماح. لا أنهي كلامي، أنهي بكامل، أنهي، أريد الصراحة. وزارة الداخلية الآن إذا أردنا أن يواجهوا سيواجهوا من؟ سيواجهوا ومن سيكون الآن المواجه للشباب؟ هم من الذي كانوا في المعارضة، أي أوقعوهم في فخ كبير جدا. أنا سأعترف بالمبادرة وبهذا إذا حلوا أمر واحد فقط. ما هو؟ ليوقفوا الضرب الآن في تعز. أنا أريد وقف الضرب الآن في تعز وفي أرحب، فسأكون مع المبادرة. سماح الضرب في تعز توقف، ولجنة التهدئة باشرت عملها، والأجواء العسكرية شبه منتهية في تعز، يعني التكنات العسكرية سحبت. دعيني أنتقل مرة أخرى إلى سماح. تفضلي سماح، هل توافقيها نفس الرأي؟ لا أنا أختلف معها، لكن أنا لدي تحفظات على هذه الحكومة الجديدة. الشعب صحيح سيحكم على أداء هذه الحكومة، ولكن أنا لا أشرك أشخاص ملوثة أيديهم بدماء المواطنين ودماء الشعب ثم أقول للشعب يحكم علي. لا، أنا أحكم على شخص نزيه صعد إلى هذا المنصب باختيار ثم أحكم عليه، إما أن يفشل أو يسقط. لكن شباب الساحات لديهم اعتراض على الشخصيات الملوثة بدماء الشعب. هناك ايضا ملاحظة ان هذه الوزارات قبل ان تشكل الحكومة افرغت، هناك نهب واسع على نطاق واسع في الوزارات الحكومية وفي المؤسسات الحكومية. هذا النهب اسمحي لي في هذه النقطة، يعني انتم تتكلمون منذ بداية الثورة وانطلاقتها الاولى انه الوطن باكمله ينهب، يعني فما الضير ان تنهب وزارات ببعض الكراسي والاساس؟ صحيح، يعني المهمه في كلا الحالتين يعني المهمه هي صعبه. ان كانت الثوره واصلت حتى النهايه واسقطت النظام بالفعل الثوري سيكون البناء صعب، وان كانت وفقا للتسويه السياسيه ونهبت هذه الوزارات ايضا العمل فيها صعب ولكنه صحيح. اقل صعوبه. صحيح، ولكن نحن الان امام حكومه وفاق. هذه الحكومه يترقبها الجميع. هذه الحكومة وضعت أمام يعني مراقبة للشعب اليمني إنه إما أن تكون وإما لا تكون. فكيف تسلم هذه المؤسسات مفرغة وتنهب ثم أقول على هذه الحكومة أن تنجح، حكومة الوفاق؟ أنا أرى أنه على الحكومة السابقة أن تحاكم وتحاسب على أي قصور وجد في هذه المؤسسات. صعب أن يحاكم الناس في هذا الظرف، لكن أنت يفترض بأن تطالبي الحكومة أو الحكومة بأن تخلق مناخات عادلة في المستقبل، قضاء نزيه وعادل، ومن ثم أي مواطن من حقه أن يحاكم. ممكن انتقل إلى عفراء، أمام هذه التحديات كلها سمعنا تصريح لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوة يقول بأن أولى أولوياته أو زياراته الخارجية ستكون إلى الإمارات والسعودية لجلب الدعم الخارجي والعاجل لمواجهة متطلبات الشعب اليمني فيما يخص الخدمات كالكهرباء والمشتقات النفطية. يعني أنت كيف تنظرين لهذا؟ يعني الحكومة هي مراهنة على المجتمع الخارجي بشكل كبير خاصة بالدعم. لا، النظام ظل طوال الفترة السابقة ينهب اليمن، وخلال فترة الثورة حرص على إفراغ ميزانية الدولة، والكل مدرك ذلك، الجميع يدرك ذلك. فلذلك رئيس الحكومة يصرح ويقول بأنه أول زيارة خارجية ستكون لدولة الإمارات وللمملكة العربية السعودية لجلب الدعم ولطلب الدعم العاجل حتى تستطيع الحكومة أن توفي. للأسف نعم، وإن قد كان وإن هذا يعتبر وجه آخر من الشحت بالشعب اليمني، لكن النظام هو السبب. علي صالح هو من أوصل اليمن إلى هذه المرحلة.
أفرغ اليمن من جميع محتوياتها، أفرغ ميزانية الدولة، جعلها دولة مفلسة. الآن لإعادة بناء الدولة ولإعادة الميزانية، حكومة الوفاق الوطني أو أي حكومة قادمة تقف أمام تحديات كبيرة جدا، من أهمها الجانب الاقتصادي. نعم هناك في اليمن ثروات ولديها موارد، لكن إلى الآن لم تستغل بشكل صحيح أو استغلت أصلا بشكل خاطئ. نحن نعي بأنه يجب هناك أن تكون مساعدات دولية وأقليمية لليمن، وهذا يحصل في العالم كله. فلذلك أنا أريد أن أشير إلى أنه هذا المجتمع الدولي وفقا للمبادرة، المجتمع اليمني، الشعب اليمني بأمس الحاجة للمجتمع الدولي اليوم. يعني هذه الحكومة من أين ستأتي يعني بالإيرادات إذ لم يدعمها المجتمع الدولي؟ أنتقل إلى إشراق، تفضل إشراق. طبعا أنا كنت أتمنى أن رئيس الوزراء لا تكون أول مهامة الذهاب، يعني أولى أولوياته في الزيارة الخارجية. أيوة ذات خارجية. ليش؟ كنت أتمنى عند التوقيع على مبادرة، يعني سواء كان في الخطة في المبادرة أو في الآلية، أن يرصد مبلغ يعني كبير جدا لدعم بناء اليمن. يعني مش عادي هذه، مش تفضلي عادي. طب انتظر لحظة أكمل فكرة عشان ما تمسش. أعتقد حاضر. أنا أقصد أنه لماذا تنازل أحزاب المعارضة، لماذا تنازلت إلى هذا الحد لدرجة عادي؟ محيلي إشراق، يعني لماذا لم توقف؟ يعني كانت يعني كان لما كان الفوضى على مبادرة الخليجية، لماذا لم تروحوا من ضمن أنهم يدعموها، يدعموا المؤسسات الحكومية في بنائها؟ يعني أول ما توقع المبادرة وأول ما تسمى الحكومة مهامها يكون في دعم مالي، مش عادة نعد أبحاث. يعني لماذا هم دارين كيف الوضع؟ هم دين كفر على اليمن وأزمات كيفية لساني، ومع ذلك مثل ننتظر. لا، الأيام بيننا ستبين هل سينجحوا. إذا نجحوا يعني سوف نضرب لهم الراية، إذا لم ينجحوا الشعب حينزل عيون مرة إلى الساحات ويضب سقوطهم جميعا. إذا أفسدوا ولم يستطيعوا بناء اليمن لأنهم قالوا مستعدين يتحملوا، الآن إذا لم يستطيعوا تحملها كما عمل على عبد الله صالح من قبلهم، سنقول للجميع الشعب يريد اسقاط النظام. طيب يعني دعينا ننتقل الى سماح. اذا لم تكن المعارضه واثقه تمام الثقه من ان المجتمع الدولي سيوفر لها الدعم وبالذات دول الخليج، ما يعني لا من الشيء المعقول او من البديهيات لانها لم تسير في هذه التسويه الا بضمانات دوليه وضمانات خليجيه بانها ستدعم هذه الحكومه، حكومه الوفاق. كنت اتمنى مثل ما قالت الاخت، بدل من أن نذهب ونستجدي العالم بأن يعطينا لا أقول صدقة أو ما يتعد، نحن لدينا ما يكفينا. كان الأجدر بهم أن يأخذوا أموال علي عبد الله الصالح الذي أخذها أصلا من الشعب اليمني ولتكن جزء من المبادرة، وباسمهم أنهم تنازلوا عن أشياء كثيرة. المعارضة تنازلوا، لا يكفينا، يكفي أنهم تنازلوا عن دماء الشهداء وعدم محاكمة علي عبد الله الصالح. لا نقول الآن نريد محاكمة علي عبد الله الصالح، إذا قرأت المبادرة والآلية أنها كل وليس ولا تجزأ، لا تجزأ. كان الأجدر بهم أن يطلبوا أموالهم من الذي نهبها، لا يطلبوا أموالهم من دول أخرى. وسنظل دائما ونحن لا أقول أن نطلب الغير، يعني نظل دائما ونحن نستجدي الآخرين. كنت أتمنى أن يكون أموالنا تعود لنا. يعني الواقع بأن المجتمع والمجتمع الدولي يعيش على التوافق وعلى التعاون وعلى تفضلي. أريد بس أن أعلق على تفضلي أعلق. المسألة دماء الشهداء والجرحى والمختطفين والمال العام والفساد، هذه مسائل لا يستطيع أحدا أن يعطي فيها ضمانات، لا قانون سماوي ولا قانون دولي، ولا قانون سماوي ولا قانون دولي ولا أي حاجة تستطيع أن تسقط هذه هذه المسألة. دماء الشهداء هي جرائم لا تسقط بالتقادم، هذه جرائم لا تسقط بالتقادم، هذه جرائم لازم تحاسب عليها، ولازم يحاسب عليها كل المتورطين في القتل والنهب والاختطاف وكل هذه. نحن هنا أمام قضية دم الشهداء يتنازل عنه أهالي الشهداء فقط، لا يستطيع أحد أن يتنازل أو يعطي ضمانات في دماء الشهداء. المبادرة الخارجية ما حتى وإذا دفعت، حتى وإذا أعطوه ضمانة العالم، حتى إذا أعطوه العالم كامل أعطوه ضمانة في الدماء، هذه قضايا لا تسقط في التقادم. دماء الشهداء هي التي من ستلاحق وهذا إلى يعني كلام ماجدة، يعني هذا ما أكد عليه الكل، يعني المنظمات الدولية، المجتمع الدولي، وكانت الآلية بعيدة ربما على ما أعتقد عن الضمانات. تفضلي. لا لا لا
لكن أنا أتحدث الآن عن المبادرة، أنهم وقعوا على شيء اسمه ضمانا للقاتل. أنا بالنسبة لي كشابة من شابات الثورة، أنا أكيد بأنني لن أتنازل عن دمه، وكل من مات يعنيني وإن لم يكن أخي. فأنا أتحدث عن المبادرة شخصيا، المبادرة بحد ذاتها وقعت على مبادرة وفيها ضمانة. طيب سماح، أيضا سماح أكيد شيء يا سماح، المبادرة الخليجية أعتقد قبل قليل ذكرت أنها شكلية، هي آلية تنظيمية، آلية تنفيذية أتى بها بن عمر، وضمن الآلية التنفيذية أن حقوق الإنسان أن التي يتقلدون المناصب الجديدة أن لا يكونوا متهمين في حقوق الإنسان، وأن لا يكونوا متورطين في جرائم القتل والنهب والفساد، وهذه هي آلية تنظيمية. وأعتقد بأن المجتمع الدولي أو المنظمة الدولية لن تعطي ضمانة لأشخاص وتفقد سمعتها في العالم من أجل أن تعطي ضمانة لأشخاص، دماء الشهداء لن تسقط في الثقل. بن عمر صرح بأن الأمم المتحدة ليست طرفا في المبادرة، بل أنها مبادرة خليجية، وأن القانون الدولي لا يعطي ضمانات أو حصانات لقتلة، والجرائم لا تسقط بالتقادم. أما حكاية رصد بند لإعادة الأموال من علي عبد الله صالح، أعتقد أن هذا البند لحاله كان سيجعل معارضة تظل سنين تتفاوض مع علي عبد الله صالح لكي يستردوا منه في سن واحد، لكن كان المهم هو تقصير وقت الحوار إلى أقصر وقت ممكن، وسحب البساط من علي عبد الله صالح، ونزع شرعية رئيس الجمهورية منه، وهذا كان هو الأهم. طيب ونحن الآن يعني نصي أو نستمع الآن إلى أذان صلاة المغرب والعشاء بالطبع من هنا من ساعة التغيير، سنواصل الحوار نوعا ما، لكن أنا أريد أتعرف أو يعني على رأي المرأة اليمنية في تمثيل المرأة في هذه الحكومة، يعني هل أنت راضية عفراء عن تمثيل المرأة في الحكومة، حكومة الوفاق الوطني؟ إلى حد ما مرضي. في البداية أريد أن أوضح شيء، هذه الحكومة ليست حكومة تكنوقراط وليست حكومة نهائية، هي حكومة إلى حد ما تعتبر سياسية، مهمتها تسيير وضع مرحلي انتقالي لمدة 3 شهور، لن تحكم اليمن للفترة طويلة، لهذا لا يهمنا مدى التمثيل بقدر ما يهمنا أن تسير هذه المرحلة بأفضل نتائج ترضي الشعب وترضي الثوار. الحكومة ستستمر على ما أعتقد الفترة الانتقالية كاملة، يعني سنتين، لكن لأول مرة تمثل إشراق، يعني لأول مرة تمثل المرأة اليمنية في حكومة بثلاث وزارات، وذلك حسب الآلية الذي وضعها ابن عمر، حسب الآلية هكذا تمثيل المرأة، مش انه يعني كان من ضمن الآلية انه تمثيل المرأة بشكل جيد، ولهذا ألزموا بهذا التمثيل. طيب دعينا ننتظر حتى يعني نستمع او نصغي سويا لأذان صلاة المغرب، ومن ثم نستأنف الحوار. صلاة المغرب والعشاء هنا في ساحة التغيير بصنعاء، نعود إلى نقاشنا مرة أخرى مع فتيات التغيير أو فتيات الثورة هنا في ساحة التغيير بصنعاء، ونرحب بكم بالطبع مرة أخرى كما نرحب بهن هنا في خيمة الجزيرة مباشر. كنا نتحدث عن تمثيل المرأة في هذه الحكومة، حكومة الوفاق الوطني، يعني الكل راضي عن هذا التمثيل. تفضلي سماء. بالنسبة للآلية نصت على أنه المرأة تحوز على 20% من هذه التشكيلة، ثلاث نساء لا تعتبر 20%، لأن الحكومة 17 اللي هم من الجانب الحكومي السابق واحدة فقط، المشترك مثل باثنتين، فلا أعتبر المرأة أخذت حقوقها، وإن كانت في الماضي كانت لم لا تتواجد إلا من خلال وزارة واحدة فقط أعتقد، لكن الآن 3 وزارات، ولكنها ما زالت غير مؤشر مرضية. ألا يعتبر مؤشر إيجابي؟ قد يكون مؤشر لكن غير مرضي. تفضلي. أعتقد أن المؤشر الإيجابي هو خروج المرأة إلى الساحة،
هذا كان المؤثر الإيجابي، والتقبل أيضا الرجل لأخته المرأة كان مؤشر إيجابي هو وجودها في الساحة. أما التمثيل الوزاري هذا لا يعني بالشكل الكبير الذي تتخيله، لأن وجودي في الساحة هو أكبر دليل أني حصلت على شيء كبير. طيب إذا ما انتقل، شكرا شرف. طيب إذا ما انتقلنا إلى ماجدة، يعني ما هي أبرز مطالب المرأة اليمنية أمام هذه الحكومة، حكومة الوفاق الوطني؟ أبرز المطالب. مطالب المرأة اليمنية لن تكون معاكسة أو مغايرة لمطالب الشباب ومطالب الشعب. نحن خرجنا ومننا شهيدات ومننا جريحات وخرجنا منذ انطلاقة الثورة، نحن زينا زي الشباب. طيب أبرز هذه المطالب الشعبية إن صح التعبير؟ هي مطالب تحقيق الدولة المدنية الصحيحة، الأمن، الاستقرار، حرية الرأي، فصل السلطات الثلاث، السلطة القضائية عن السلطة التشريعية. نحن ليس لدينا مطالب خاصة، نحن مطالبنا كمطالب عامة بمطالب جميع مطالب الشعب التي نريدها كحياة مستقرة آمنة. هذا ما نريده، نريد استقرار، نريد أمن، نريد حرية الرأي والتعبير، نريد صحة، نريد تعليم أساسي، تعليم ناضج، نريد تعليم أكاديمي. نحن نتخرج من الجامعات ونذهب إلى ليس مؤهلين لسوق العمل، نرفض في سوق العمل. نحن نريد تعليم أساسي، تعليم أكاديمي، تعليم ناضج. نريد مطالب مدنية، دولة مدنية حديثة بالمؤسسات، دولة القانون، دولة حرية الرأي والتعبير، دولة الصحافة، دولة الصحة، دولة الجيش، انفصال الجيش، دولة فصل السلطات الثلاث. هذا هو مطالبنا، ليس لدينا مطالب منفصلة عن مطالب الشباب. إشراق، هل تضيفي على هذه المطالب شيء؟ طبعا هي حسب المبادرة، حسب الآلية حق المبادرة، من مهام حكومة الوفاق إعداد دستور لليمن. هذا مهم جدا أن نعرفها. يعني أتمنى أن الحكومة الوفاق تعمل جاهدة على إعداد، إضافة إلى المطالب المعيشية والاقتصادية تنتقل إلى مطالب أخرى ثورية، لأنها أيوة ثورية، هي إعداد دستور لليمن بحيث أن الرئيس يحتكم إلى الدستور وليس الرئيس يحكم الدستور. نريد دستور قوي يبني اليمن، دستور يحمي المواطن، يحمي دولة اليمن. لا يعني الدستور هذا لا يكون الرئيس هو على ما قد فصلت السلطات الثلاث. دستور قوي لا يتحكم فيه رئيس الدولة في قراراته في تغييراته، يعني لا يعطي للرئيس صلاحيات أكبر من صلاحياته، بعد أنه يمدد يصفر العداد إلى غير ذلك من الأشياء. نريد دستور جديد، يعني دستور قوي يبني بناء دولة اليمن الحديثة المدنية. عفرة، هل تتوقعين بأن الحكومة، حكومة الوفاق الوطنية قادرة، الوفاق الوطني قادرة على تلبية احتياجات الشعب المختلفة وخاصة في مجال الخدمات؟ نتمنى ذلك، وهذا هو التحدي. نحن الآن ورقة ضغط وجهة رقابية، نطالبهم بتحقيق هذه المطالب وخاصة في الجانب الخدمي من النفط، الكهرباء، الوزارة، المياه، رفع المظاهر المسلحة. نحن نطالبهم ونتمنى تحقيق ذلك، وهو تحدي لهم وتحدي كبير. طيب تفضلي سماحة. أقول كما قالت أختي عفراء، نتمنى ذلك، ولكني أجزم من الآن بأنهم لن يستطيعوا. لماذا لن يستطيعوا؟ لأن هم في وضع متوتر الآن. من هم في صفهم الآخر لا يريدونهم أن يحققوا شيء، يريدوا أن يجعلوهم فاشلين. فأنا أعتقد بأنهم سيتعاونون معهم وسيخرجوا البلد من أزمة. هذا رأيي. سماحة، أنا بالنسبة للمرأة لي مطالب. المرأة في الحكومة الماضية أو في الماضي ظلمت كثيرا. نحن نطالب بحقوق المرأة الآن، نريدها أن تفعل. المرأة استخدمت من قبل علي صالح كمجرد أخذ مطالب، يعني كان يستخدمها لكسب المطالب من الغرب، ومن كان يستخدمها كديكور في الديمقراطية، وهي لم تكن موجودة في الديمقراطية نهائيا. يعني أنت تريدين من هذه الحكومة أن تعيد الاعتبار للمرأة اليمنية؟ نعم، نريد أن تعيد الاعتبار للمرأة، لأنها ظلمت. كانت تكفل كل الملفات الخاصة بالمرأة في نظام علي صالح، نريدها الآن أن تتمثل وأن تأخذ حقوقها بمعنى الكلمة. طيب يعني ماجدة، هل نستطيع من خلالك أن نتعرف على ما هي التحديات التي تواجه الثورة اليمنية في ظل هذه التسوية السياسية؟ أبرز التحديات؟
أدرس التحديات التي تواجه الثورة أو الحكومة. نعم الثورة اليمنية أو الحكومة يعني. لا الثورة يعني في أمام هذه التسوية الآن. الثورة اليمنية أنا أستطيع أن أقول الثورة اليمنية هي حققت فوز من النصيب، لكن نحن بحاجة ثورات. نحن بحاجة ثورة في الإعلام، ثورة في الاقتصاد، ثورة في السياسة، ثورة في الأخلاق، ثورة في الاجتماع، ثورة في العلم، ثورة في الصحة. نحن محتاجين ثورة شاملة. نحن الآن المرحلة القادمة هي أصعب من المرحلة القادمة، مرحلة البناء، وهو المرحلة البناء هو مرحلة أصعب من مرحلة الحزم. نحن عشنا في نظام فوضوي قائم على العشوائية، قائم على الاستبداد، قائم على العصبية. نحن محتاجين ثورات شاملة وليس محتاجين ثورة فقط. يعني التحديات كثيرة أمام هذه الثورة. يعني هذه عفراء إذا سمحت، يعني هذه الثورة نواة لثورات قادمة في مجالات مختلفة؟ بالطبع هذه ثورة حقيقية. الآن مرحلة هي مرحلة تفكيك النظام وتفكيك العصابة التي حكمت اليمن. والثورة الأقوى والثورة الحقيقية هي آتية، كما قالت أختي، مرحلة ثورة البناء وثورة الارتقاء بالإنسان وثورة الارتقاء بالدولة. هذا هو التحدي الأصعب لنا كشعب وكحكومة قادمة. تفضلي. أضيف أقول نحن أخطأنا عندما خرجنا وقلنا الشعب يريد إسقاط النظام، لأن في اليمن لا أعتقد أنه كان يوجد نظام، كان يوجد أخطبوط، كان يوجد سرطان بمعنى الكلمة. طيب إذا سقط هذا الأخطبوط وهذا السرطان ستنتهي الثورة؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أن أفهم. لكن أقول عندما نقول نظام، عندما تأتي إرحل إلى الجامعة، أكبر دليل الجامعة، فسأل أي نظام. نحن نريد بناء نظام جديد، بناء يمن جديد. توافقيها الرأي إشراق، يعني نفس الفكرة، أم أن الثورة ستنتهي بانتهاء المطالب التي رفعت بداية هذه الثورة؟ أنا أتمنى أن حكومة الوفاد تكون قادرة على تحقيق مطالب شباب الساحات. إذا استطاعت تحقيق مطالبهم وذكرنا سابقا سنرفع لهم راية، يعني راية التعظيم والإجلال. لكن أعتقد على قولتهم البعرة تدل على البعير وآثر القدم تدل على المسير. يعني واضح إلينا إذا كان حكومة الوفاق 50% مؤتمر، 50% أحزاب اللقاء المشترك، سوف تجد أنه لا أدري، يعني ما حيكونش في وفاق، اسمها حكومة الوفاق ولن يكون هناك وفاق. أعتقد هذا. ودليل على ذلك إعادة ترشيح وزراء كانوا وزراء سابقين وفاسدين ومشهود عليهم بالفساد. عندما خرجنا لإسقاط النظام، من هو النظام الفاسد؟ زي ما قال أضيف إلى كلامها كله، أضيف إلى نريد دولة مدنية خالية من الفساد، نريد دولة يحكمها القانون والدستور. الآن تشاء مثلا الآن في هذه الأيام تمارس حرب طائفية أو يريدون إشعال حرب طائفية. أتمنى من هؤلاء العقلاء يقولوا يخففوا، يعني ما فيش داعي لإثارة الفتن الطائفية. هذا السيكة بداية لهم كبداية. على ذكر الحرب الطائفية أو الفتنة الطائفية، سماح، يعني أنت كيف تنظرين إلى مستقبل المشاريع الصغيرة، المشروع الحوثي في شمال الشمال، المشروع الحراك الذي يدعو إلى انفصال الجنوب، كذلك تنظيم القاعدة وتواجده في اليمن من خلال هذه التسوية السياسية وحكومة الوفاق الوطني، هل لهم مستقبل؟ إذا استطعت هذه الحكومة أن فعلا تنشئ حكومة المؤسسات المدنية، هناك أمل في أن تتحول هذه التيارات التي لم تجد لها متنفس وكانت تشعر بالظلم، من الممكن أن تتحول كمشاركة من مثلا تحولها إلى أحزاب وتشارك في الحياة المدنية السياسية. لا، هناك أمل إذا تحولت أو إذا كان هناك فعلا استطاعت أن تبني حكومة المؤسسات أو المدنية. ولكن إذا استمر الوضع بالشكل الذي هو يمشي عليه الآن، هناك حكومة ولكن ما زال الكثير من المخربين موجودين، الكثير من الفاسدين، الكثير من الذين هم من زرعوا الفتن الطائفية والفتن بشكل عام موجودين في الحكومة، إذن لم يستطيعوا يعملوا شيء. ولهذا نحن نقول يجب عليهم تطهير الحكومة من أي مفسدين حتى يستطيعوا أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه ويستطيعون أن يثبتوا نجاحهم في هذه الحكومة. أنا زي تعليق
تفضلي. بالنسبة للثورة، أنت سأل زميلتي إذا كانت الثورة ستنتهي. الثورة هي الآن مستمرة لأننا مطالبنا لم تتحقق، هي مستمرة. ولكن حتى لو تحققت مطالبنا، أنا أعتقد أن الثورة لن تنتهي، لأن الشباب سيكونون متواجدين، يعني ستتغير من شكل إلى آخر. الشباب سيكون متواجد في الرقابة على الانتخابات، الشباب سيكونون متواجدين من خلال المنظمات الحقوقية والإنسانية، الشباب سيكونون متواجدون في المعارضة، سيتواجدون في كل الحياة، وسيتواجدون في كل ما من شأنه تقويم الحياة السياسية وتصحيح مسار أي خطأ قد تقع فيه الحياة السياسية في اليمن. لأننا لابد أن نتابع ما بدأنا، هذه الثورة يجب أن تتابع، لن نتركها مثل ثورة 26 سبتمبر ونترك بعض البعض يأخذها أو يلتف على مبادئها أو على مكاسبها، سنستمر في حمايتها إلى ما لا نهاية. طيب تفضلي، لديك تعليق؟ تفضلي. بالنسبة عندما سألت كيف سيكون مستقبل الحوثيين أو الحراك الجنوبي أو ما إلى ذلك، أعتقد أنها نبتت الحراك الجنوبي بسبب ظلم علي عبد الله صالح، أعتقد ذلك. أعتقد بأن عندما أصبحت الحوثي والآن يطلق على الحوثي، هم مجموعة من الناس مورس عليهم الضغط والظلم، مورست عليهم جميع أنواع الظلم. أما بالنسبة للقاعدة فنحن نعلم من قائد القاعدة ومن هو القاعدة أصلا، لكن القضية الجنوبية والحوثيين ظهروا في عهد ظالم، فنتمنى من حكومة الوفاق الوطني القادمة الآن أن تتعامل مع هاتين القضيتين بكل فعالية بكل قوة، وأن تكون صافية النوايا من ناحيتهما، لأنهما نتاج لظلم علي عبد الله صالح، فلا يظلموا مرتين. على ذكر علي عبد الله صالح، دعينا ننتقل إلى عفراء. عفراء، الأخبار تقول بأنه علي عبد الله صالح حصل على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك ألمانيا، وأنه على وشك الرحيل. هل تعتبري مغادرة علي عبد الله صالح الوطن شيء إيجابي لمستقبل الثورة وكذلك التسوية السياسية؟ الشيء الإيجابي هو خروج علي صالح من السلطة، أما خروجه من اليمن أو بقائه فيه لا يشكل أي عائق ولا أي عثرة ولا أي شيء إيجابي أو سلبي في الثورة. الثورة هي مستمرة ومطالبها مستمرة كما بدأت منذ اليوم الأول بقوة، وكان علي عبد الله صالح في أوج قوته، ستستمر بنفس القوة وأقوى، وعلي صالح الآن أضعف بكثير من ذي قبل. بالنسبة السؤال اللي سألته لزميلاتي، حكومة الوفاق الوطني يجب ألا نزايد عليها كثيرا، هي لفترة محدودة ولديها صلاحيات معينة، ليست من مهامها حل القضية الجنوبية أو حل قضية صعدة، هذه قضايا شائكة جدا يجب حلها في فترة ما بعد الفترة الانتقالية. هذه المرحلة عفراء، المبادرة الخليجية، عفوا أكمل فكرتي. هذه المرحلة هي مرحلة اصطفاف وطني ومرحلة توافق، يجب علينا أن نتشارك بها جميعا شراكة حقيقية فاعلة من الشمال إلى الجنوب، من حراكيين إلى حوثيين. الآلية التنفيذية تنص على أن القضية الجنوبية وكذلك هذه القضايا والمشاريع الصغيرة ستحل وفقا لحوار وطني خلال الفترة الانتقالية، ستدعو هذه الحكومة، سيدعو عبد الرب منصور هادي إلى حوار وطني شامل يشمل جميع أبناء الشعب للخروج بمشروع جديد، بدستور جديد، برؤية جديدة. تفضلي ماجدة. ممكن أشهد بس بالنظر الأولى؟ تفضلي. العفو منك، بس حبيت أني أضيف إلى رحيل علي عبد الله صالح. أنا معها رحيله، ليس معناه رحيل، ما يهمنيش رحيله من اليمن أو رحيله من السلطة، لكن لا تنسى أن سيظل أبنائه وأبناء إخوته ماسكين أهم قيادات الجيش. يعني علي عبد الله صالح وقت رجل مريض وعجوز، يعني بس الحمد لله ما زالوا أبنائه الشباب الأبوياء ماسكين أهم شيء في اليمن وهي القوة العسكرية. أي أن علي عبد الله صالح ما زال موجود ليس بجسمه ولكن بأبنائه وأبناء أخوته، وكنت أتمنى من المبادرة ومن الآلية أن تزيل هؤلاء كما تزيل علي عبد الله صالح بالضبط. أما أنكم تضحكون على الشباب وتقولوا لهم زلنا لكم الرأس الكبيرة علي عبد الله صالح، هي لم تزل، هي ما زالت. وعلي صالح هو قوي، وما دل بنفس أنه قوي، يعني هو داري أنه المجال العسكري وحيرجع، وعلى قد سوف يرجع رئيس المؤتمر، سوف يرجع وسيشكل حزب معارضة، وقال هو سأكون سأرويهم من المعارضة الآن. يعني حكاية أنه يرحل أمريكا يتعالج، الله يفتح عليه يتعالج، يعني وجوده في اليمن لا يمثل قلق بالنسبة لكم للثورة لمستقبل موجود أبنائه، هو مسكين قدوم مريض تاعب ما عدا يدري فعلاك،
موجود الشباب الاقوياء الاشداء. طيب هؤلاء احمد علي عبد الله صالح عمار يحيى يعني اسمعي خالد يعني موجود الشباب الاقوياء يعني هؤلاء اللي ماسكين اسمعي لي يعني هؤلاء مفاصل الدوله. تدوا لنا وزاره مدنيه وعلى قولتها خدميه متعبه ست. طيب اهم شيء اتكلم معك يعني تفضل. طيب يعني هؤلاء الابناء شكلت او المبادره الخليجيه الاليه الامميه نصت على تشكيل لجنه عسكريه، تم تشكيل هذه اللجنه ومهمتها الاساسيه اعاده هيكله الجيش، مساله مفروغ منها في هذه النقطه. تفضلي معي. علق على المشاريع الصغيره، مساله المشاريع الصغيره. الثوره اسقطت المشروع الكبير اللي هو المشروع علي عبد الله صالح، فباستطاعت هذه الثوره انها تسقط المشاريع، جميع المشاريع الصغيره. المشاريع هذه الصغيره هذه ضمن حقل الالغام التي زرعه علي عبد الله صالح في فترة 33 سنة، يعني بأنه المهمة هي مهمة صعبة لكيفية انتزاع هذه الألغام، يعني هذه. ولكن المسألة تعود إلى هذه الشكل، إلى اليمنيين أنفسهم في كيفية الحوار في هذه المشاريع الصغيرة، ولا يستطيع أحدا من اليمنيين أو خارج اليمن أن يفرض رأيه أو اتجاهه على أبناء اليمن، فهم في حوار شامل وطني يستطيعون أن يحلوا هذه القضية. بالنسبة لزمن الثورات، زمن الثورات لا تقاس بالمقياس، بس تقاس بمقياس تحقيق اهدافها، ونحن مستمرون في الساحه حتى لان تحقق اهدافنا. شهر، شهران، ثلاثه، سنه، عشر، لا يهم الوقت. اهم شيء في مقياس الثورات هو تحقيق مطالب هذه الثورات، تحقيق مطالب هذه الثورات. بالنسبه ساسقطها على مصر وتونس، سيقولون بانها كانت هي ليست بدايه التاريخ، مصر وتونس ليست بدايه التاريخ، ولكن حاله ثوريه لا زالت مستمره الى حد الان. اما عن في مصر فهو كانت فيها نوع من النظام المدني او الدولة المدنية، بداية مؤسسات او بداية. نحن نظامنا فوضوي، نحن قائمين منذ 30 سنة على نظام عصبوي فوضوي في هذه المرحلة، بانه ثورتنا هي اعظم الثورات، استطيع ان اقول عليها بانها اعظم الثورات وبتكون انجح الثورات. طيب سماح، يعني هل من الضرورة ان يستمر الناس في هذا المعتصم وفي هذا المكان، خصوصا وان هناك بالطبع يعني اناس متضررين من هذا الاعتصام، يعني رضينا ما بينا، ام ان ستنتقل الثورة الى رقابة شعبية تراقب التطور السياسي وبناء الدولة، بس رقابة شعبية والخروج متى ما استدعى الامر ذلك؟ هذا كله يعتمد على تحقيق اهداف الثورة. إذا تحققت أهداف الثورة فبالطبع نحن لا نريد أن نظل في الساحة، نحن نريد أن نمارس الفعل السياسي، نريد أن نمارس الحياة، حياتنا العادية، لا نريد أن نكون في الميادين بهذا الشكل. ولكن إذا لم تتحقق أهدافنا، نحن الآن لم يتحقق من أهدافنا حتى الجزء اليسير الذي تحقق من أهدافنا فقط هو إزالة الرأس الذي هو علي عبد الله صالح. وعلي عبد الله صالح لم يكن كل أهداف الثورة، ولم يكن كل مطالب الشباب. نحن خرجنا من أجل بناء دولة مدنية حديثة، هذه الدولة لم تبنى إلى حد الآن، ولكنها هناك بداية لمؤشرات بناء دولة، ولم ندري إلى حد الآن مدى نجاحها من فشلها. أما الجيش أيضا كان من أهدافنا بناء يمن جيش محايد لا يتدخل في رئيس الحكومة بالجيش، الجيش يكون محايد ومؤسسة منفصلة، لم يتحقق إلى حد الآن وإن كان هناك مؤشرات. إذا نحن لابد أن نكون هنا في الساحات إلى أن تتحقق أهدافنا. على ذكر الجيش كذلك، يعني هل تعتقدين بأن لجنة الشؤون العسكرية المنوط بها حفظ الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة الجيش ستكون لها القدرة بتنفيذ هذه المهمة بشكل سريع؟ اللجنة العسكرية هناك خلاف عليها، مثلما هناك خلاف على بعض الشخصيات في الحكومة التي تشكلت من قبل النظام السابق. فهذه الشخصيات إذا كانت شخصيات غير نزيهة، شخصيات متورطة في القتل للشعب اليمني، إذا لن يكون هناك فعلا أمن واستقرار، لن تستطيع هذه اللجنة أن تعمل أي شيء. ولهذا نحن نؤكد النزاهة لكل أفراد اللجنة العسكرية ولكل أفراد الحكومة، النزاهة والنزاهة، لابد من النزاهة. الرهان على من يعني سماح؟ لديك تفضل. لدي تعليق بالنسبة للبقاء في الساحات. أنا أقول للشباب عليكم أن تظلوا في الساحات، وهي الضامن الوحيد لتحقيق أهدافنا، الضامن الوحيد هي وجودنا في الساحة. أما بالنسبة للأشياء الأخرى، أتمنى أن تنجح هذه حكومة الوفاق الوطني، أنا لا أريدها أن تفشل،
ولكن كيف سأراقب وأنا في البيت أراقب من هنا؟ فهذا التعليق الوحيد الذي كنت أريده في هذه النقطة. كذلك الفترة الانتقالية مدتها كم؟ 3 أشهر. سنتين. سنتين. طيب سنتان وسيستمر الاعتصام هنا في الساحة على مدى هذه الأيام والأشهر أعتقد أن ثورة فرنسا عندما اقتحموا سجن الباستيل ظلت 5 سنوات وبعدها تحققت. ما الضير في ذلك إن استمرينا هنا أشهر؟ تعطيل لعجلة الحياة. هناك من هو متضرر؟ تغير الشوارع. إلى أين تنتقل هذه الشوارع؟ لا أنا أفضل البقاء في الساحات ولا أعتقد بأني سأطيل البقاء هنا. أعتقد أن نصر الله أصبح قريبا جدا جدا. تفضلي إشرا. طيب معنا 2 سنة صح؟ إذا كان في أمل يعني معنا 1 سنة مثلا أو 5 أشهر أو 6 أشهر إذا شفنا في وضع أحسن نوعا ما ممكن صح الشباب من نفسهم عدقوا يعني يتخبوا من الساحات من أنفسهم من غير ما حد يقول لهم أو يوجههم. لكن إذا حصل العكس وتمر الأيام وتمر الشهور وتمر السنة تلو السنة والوضع ما زال كما هو أو من سيء إلى أسود ستشاهدون الشعب كله سيخرج ويثور أكثر من هذه الثورة. سيخرج الشعب ضد الجميع، ضد المعارضة وضد السلطة السابقة. يعني قد أصبحوا وجهين عملة واحدة إذا مثلا حكموا ولم يستطيعوا أن يحكموا حكم سواء يعني جيد. الآن الحكومة الوفاق هي في المختبر صعب جدا، ليست هذه مزايدة عليها، هذه ليست مزايدة، لأن هي من أراد أن تتحمل المسؤولية، وهي قالت أدها وأدود يعني على الوطن المصري. فالآن ما زي ما قال يعني تركت الشباب قالت لهم وصار تفاوض باسم يعني باسم اللقاء المشترك، الآن تتحمل اختيارها ونتائج أعمالها. أما إذا تقول أنا ما بدأتش وأنا ما فعلتش وكان قاعد يسوي وما فلانيش، هذا إحنا ما لناش دعوة فيها، ساعتها نخرج عليهم جمعة. والساحة تمتلئ أكثر مما كانت وحكيت لها من ضيق الشوارع وقال علي عبد الله صالح من قبل وقالوا أن هذه إزالة الماء إزالة الأذى عن الطريق سمونا نحن أذى على الطريق. فلا نريد أن تكرر نفس الكلمة الذي عملها علي عبد الله صالح أحد يكررها لنا. يعني ما دام في ظلم، ما دام في فساد، ما دام فيه دولة غير مدنية، دولة عسكرية، سنخرج وسنخرج بقوة. وكما سرت الدماء السابوحة تخرج دماء، يعني لا نريد دماء، لكن إذا كانت دماء لا ترضيهم، إذا كانت دماء تشفيهم، نعطيها لهم حتى نصل إلى ما نريده. طيب عفراء إذا ما انتقلت إليك يعني هل يحتاج الأمر لأكثر من 3 أشهر؟ 3 أشهر وتتضح الصورة على ما أعتقد، أليس كذلك؟ إن شاء الله. يعني مجرد انتخاب رئيس جديد ولا الذي هو الرئيس توافق عبد الرب المنصور هادي يبدو أن معالم المستقبل اتضحت للجميع. نحن لا نتعامل بتخمينات ولا بتنجيم، نحن نتعامل على وقائع تطبق على أرض الواقع. إذا رأينا أن هناك فعلا بوادر انفراج وبدأت هناك خطوات عملية لتحقيق هذه الأهداف، نحن طلاب حياة، لسنا طلاب سكون أو جمود أو موت لكي نظل في الساحات. نحن نريد أن تعود حياتنا الطبيعية وأن نعود إلى منازلنا وإلى جامعاتنا وإلى مدارسنا. لهذا نتمنى من حكومة الوفاق الوطني أو من أي حكومة أخرى أن تعي خطورة المرحلة وأن تعي التحدي الكبير الذي ستواجهه وأن تثبت بأنها على قدر المسؤولية التي تحملتها وأن فعلا تبادر في حل الأزمة التي وضعت نفسها فيها. تفضلي ماجدة. أخي محمد بس أريد أن في النطاق المحصور، لماذا نحاول أن نحصر الثورة؟ نحن حينما قلنا فأقوم في ميدان الثورة وليس في ساحة الثورة، أي بمعنى الميدان يجب أن تنتقل الثورة وأن تتوسع الثورة في الأسواق، في القرى، في المدن، في المستشفيات، في المدارس، في الجامعات، في البيوت. هذه بمعناها الثورة، بأنها ثورة شاملة، بأنها ليست محصورة في ساحة أو في منطقة معينة أو في زاوية معينة. هذه نحن اسمها باقون في ميدان الثورة، أي باقون ثورة في المحافظة في جميع المحافظات في اليمن كامل. هذه هي معناها الثورة، معناها ميدان الثورة، ليست محصورة بخيمة أو بزاوية أو بسوق أو بساحة معينة. يعني أنت تقولين بأنه الثورة ثقافة، والثقافة هذه إذا انتقلت إلى المستشفى، إلى المدرسة، إلى مقر الوظيفة، إلى البيت، إلى الأسرة، إلى المطبخ، يعني لا لا لا. خلاص أصبحت الخارطة لمن يكون لها ثورة. أتفق معها بأن الثورة لابد أن تكون موجودة في كل
مكان، ولكن وجودنا في الساحة هو الضامن الوحيد. نحن نرى ماذا حدث في مصر، 18 يوم وبعدها لم يستطيعوا أن يجيشوا أو يجمعوا من أول وجديد، فأعتقد أن بقائي في الساحة هو الضامن الوحيد حتى لو استمرت عامي، حتى وإن استمرت عامي. أنا بس معي مع الأستاذة قلب الألفاظ هذه غير جيد. هذا الساحة لولا هذه الساحات، ساحة صنعاء، ساحة عز، ساحة إب، لولاها لما تنازل علي عبد الله صالح عن سلطاته. لا 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 أنا لا أنا لا أقصد لا أقصد بأن أنت كيف تقولي مارسوا معارضتكم في أذر معينة أو علي عبد الله صالح لم تهزه الحروب، لم تهزه الحروب وكان يخرج منتصرا، لم تهزه غير هذه الساحات. سنظل في الساحات في الخيام تحت الشمس تحت المطر، سنظل ندفع كل ما نقدر عليه بجهدنا بأموالنا بأبنائنا بأخواننا حتى نحقق ما خرجنا من أوله. بالتأكيد بالتأكيد نحن منذ خرجنا إلى الساحة منذ 10 أشهر ونحن نضحي بأنفسنا بأموالنا بأطفالنا. أعتقد في جميع فئات المجتمع قدمت التضحية في هذا الجانب، لكن أنا ما أقصده بأن قيم الثورة وبأن الثورة تنتقل من الساحة، ليست محصورة في ساحة. إذا تحققت مطالبنا في الساحة ونحن باقون في الساحة، فمجرد أن نخرج من الساحة نسينا القيم والمبادئ. أنا ما أقصده في كلامي انتقال المبادئ الثورية وانتقال الثورة إلى إلى الجميع، ليست محصورة في ساحة أو ليست محصورة في منصة أو في زاوية. انتقال الثورة إلى الخارج يعتبر من أهم منجزات الثورة، وهذا مبدأ أهم خطوات نجاحها. لا لا ليست انتقال، أنا أقصد هنا ليس انتقال يعني خروجه من الساحات إلى هذا الأماكن، أنا أقول هنا توعية الشعب. التوعية وأهدافها وليس انتقالهم وخروجهم. أيوة جميل، أحسنتي. سماح يعني إذا خلقت الثورة فعلا حس شعبي قادر على مراقبة الأوضاع، يعني ما الضير أن تنتهي هذه الساحات طالما الشعب في يقظة شعبية ورقابة عالية؟ لابد من الساحات حتى يتحقق مطالب وأهداف الثورة يعني الشبابية. الكل مجمع على هذا الشيء. أكيد. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى، يعني المبادرة الخليجية أو الآلية الأممية أيضا وهي المفسرة يعني خلقت أو يعني أعطت عبد الرب منصور هادي الذي هو النائب ومن ثم المستقبل سيكون هو الرئيس التوافقي سلطات غير عادية، إذا اختلف البرلمان سيعود إلى من؟ إلى عبد ربه منصر هادي، إلى رئيس الحكومة، وإذا لم يتفق فإلى عبد ربه في البداية. رئيس اللجنة العسكرية له الحق أن يتخذ ما يشاء ويستعين بمن يشاء. هل تعتقدين أن عبد ربه منصر هادي هو فعلا رجل المرحلة وسيكون قادر على بناء اليمن الجديد وقيادة هذا التحول؟ لا أعتقد أبدا أنه قادر على قيادة هذا التحول. أولا عبد ربه منصر هادي كان وضع أمام المسؤولية عند رحيل علي عبد الله صالح إلى السعودية للعلاج، لم يتحمل المسؤولية لأنه لم يأخذ الموافقة من علي عبد الله صالح. الآن استطاع أن يتحمل المسؤولية عندما وقع علي عبد الله صالح على التنحي وأعطاه الأوامر، إذن هو تابع ولا يستطيع أن يقوم بهذه المسؤولية. عبد ربه منصور هادي كان منذ البداية علي عبد الله صالح هو الذي بدأ بترقيته منذ أن كان ضابطا صغير في الجيش، وقام بترقيته إلى أن وصل إلى هذا المنصب الذي هو عليه، ولهذا هو يحمل لعلي عبد الله صالح الجميل الكبير ولا يستطيع أن يكسر لعلي عبد الله صالح أي كلمة، لا يستطيع أن يتمرد على علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح وضع عبد ربه منصور هادي ليستطيع أن يكون متواجدا من خلاله، هو لم يرضى بغيره لأنه هو يريد أن يكون متواجد من خلال عبد ربه منصور هادي. متوقعين يعني أن شبح علي عبد الله صالح سيظل أمام عبد ربه منصور هادي طوال هذه الفترة الانتقالية؟ علي عبد الله صالح سيظل متواجدا في اليمن طوال ما الشخصيات الفاسدة موجودة، طوال ما أياديه أو الآلات التي استخدمها لقتل الشعب اليمني واستخدمها للفساد موجودة، إذا سيظل علي عبد الله صالح متواجدا في اليمن. الشبح هذا لن يخرج من التواجد، سيظل أمام عبد ربه فقط، أمام عبد ربه وأمام الكيان السياسي المتواجد الآن الذي نريد أن يتحرر من هذا الشبح. لن يتحرر منه إلا بالخروج الكامل للمفسدين وبأيادي علي عبد الله صالح، يجب أن تخرج من هذه الساحة. سماح نحن عندما نتحدث مع سماح أنت
مباشرة أن يأتي لك الحديث، تفضلي. أعتقد بأن عبد الجندي مسبقا قال أنه سيفيد علي عبد الله الصالح، وأعتقد أن عبد المنصور هادي سيكون نفس الطراز، ولن يفي إلا لعلي عبد الله الصالح، ولن يمشي ولن يعمل شيء إلا بأوامر من علي عبد الله الصالح. المشكلة الآن لم تعد في علي عبد الله الصالح، المشكلة الآن أصبحت في أحمد، أصبحت في يحيى. نحن نعلم عندما سافر علي عبد الله الصالح إلى السعودية كان عبد نائب الرئيس كان يأخذ أوامره من من؟ وكانت الضربة أقوى عند خروج علي عبد الله. في ذلك الحين السلطات لم تكن واضحة أمام عبد الرب منصور هادي، أما الآن اتضحت الأمور. لا كانت في الأول مغلفة، كانت في الأول مغلفة بأحمد علي، الآن مباشرة أنه أعطي الصلاحيات. أنا أجزم من هذا المكان بأن عبد الرب منصور هادي ليس لديه أي سلطة ولا يمتلك أي قرار، وإنما هو كالكومبارس ومن وراءه. طيب وهذه القرارات، دعيني أتناقش، وهذه القرارات التي اتخذها عبد الرب منصور هادي، يعني أنت تقولين بأنه لا يمتلك سلطة، اتخذ ثلاثة قرارات محورية وأساسية في يعني هذه يرتكز عليها التحول الديمقراطي، الدعوة الناخبين إلى انتخابات رئيس الجمهورية، يعني أن منصب رئيس الجمهورية أصبح شاغرا. تفضلي. هذه ليست قرارات، هذه أتت من ضمن تنفيذ آلية المبادرة الخليجية، لن تكن قرارات من تلقاء نفسه. عبد الرب منصور هادي وغيره من أركان النظام أو أدوات النظام لم يتحملوا يوما مسؤولياتهم، ولم يقودوا يوما أي عملية سياسية واقتصادية واجتماعية في البلد لكي يتحملوا مسؤولياتها الآن، لكن الآن سيصبحون مساءلون أمام القانون وأمام الشعب وأمام الثورة عن أي انتهاك سيقومون به. طيب يعني عبد الرب منصور هادي الآن إشراق يحظى بثقة المعارضة، هو الرجل الوحيد الذي توافق عليه الجميع، يعني المعارضة والسلطة، أليس هذا عاملا مساعدا له بالسير في اليمن إلى الأمام؟ شوف أنا أعتقد هذا شخصية عبد الرب منصور هادي شخصية غير قوية، صح أنهم اتفقوا عليه، بس اتفقوا عليه ليش؟ لأنه يعتبر وراءه ناس بيمشوا، ورئيس الوزراء ناس من خلفه بيمشوا، فهم دارين كيف اللعبة السياسية، هي لعبة سياسية حقيقة. عبد الرب منصور هادي فئة شخصية تمشي من خلفه، وعبد باسم هذا باسندوا هنا شخصيات من خلفه تمشي، حتى باسندوا رجل مريض كبر في السن، يعني لا ادري، اعتقد انه تلقى اوامره من شخصيات اخرى، يعني مش حر في اتخاذ قراراته، لا هو ولا عبد الرب منصور هادي. بالاصح الان اليمن ليس القرار بيدها، الان القرار قرار اليمن بيد اممي، بيد اقليمي، ليس بيدنا. هذا الذي ازعجنا، لان نحن من نثور، نحن من نموت، نحن من نقتل، وفي الاخير تأتينا الحلول من الخارج. انا لا اريد الحل من الخارج، اريد الحل ان يكون منا نحن الشعب اليمني. لن اقول الشباب، تعالي تعالي، سأظلم أن قلت ثورة شبابية، هي الآن تحولت إلى ثورة شعبية. من المفترض أن يكون الحل بيدنا نحن الشعب اليمني، ليس بقرار من جامعة الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن، لا، أن يكون القرار بأيدينا نحن اليمنيين. طيب هذا المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة، وأنتقل إلى ماجدة يدعم عبد الرب منصور هادي أيضا، بالإضافة إلى الدعم أو توافق السلطة والمعارضة عليه، هناك دعم أممي واضح لعبد الرب منصور هادي. عبد الرب منصور هادي اعتقد بانه يحظى بسمعه، يحظى بتوافق كبير من جميع الاطراف. نحن نتمنى من هذا النائب او من هذا الرئيس الحالي بان يكون عند حسن ظن هذا الاجماع الدولي والاجماع الاقليمي عليه. نحن نتمنى بان لا يكون بمثابه ريمود او بمثابه تلقي اوامر من علي عبد الله صالح ومن اولاده ومن بقيه نظامه. نحن نتمنى ونريد من هذا الرئيس بان الان حان الوقت لان يثبت نواياه على ارض الواقع ويسكتها على ارض الواقع. هذا ما نتمناه من النائب حاليا. ولكن هل يعني اذا كانت سماح، لست ادري، يعني هل تنظرين الى هذا الدعم الدولي بانه من يتخذ القرار فعليا او القرارات كلها اتخذت، يعني بينما عبد الرب هو اداه تنفيذيه فقط لهذه القرارات التي اتخذت وفقا للاليه الامميه، يعني هل يحتاج الى هذا ان تكون شخصيته قويه وان يكون هي قرارات متخذة سلفا؟ هو اولا انا اقول ان عبد الرب منصور هادي المعارضه او المشترك
لم يكن يرى في عبد ربه منصور هادي الشخص الرائع الذي سيستطيع أن يقود هذه المرحلة، ولهذا هو اختاره لأنه شخص. ولكنني أعتقد أن علي عبد الله صالح هو من أصر على وجود عبد ربه منصور هادي، وبالتالي هو تنازل من المشترك، هو تنازل ليتم الوفاق، ليتم التوقيع على المعاهدة بأسرع وقت. ولا واعتبر ان المجتمع الدولي هو كان يريد ان يتم وفاق في الاخر، ولهذا عندما راى التنازل من المعارضه اقر على ان يكون هو واقر على دعمه. المجلس الخليجي ايضا بالنسبه للاموال، انتم تكلمتوا في سابقا ان سيذهب سندوا الى الامارات ليطلب مساعدات. هذه المساعدات لقد تم التلويح بها قبل التوقيع على المبادره، وكانت كمكافاه لهم اذا وقعوا على المبادره، واشتراط على توقيع المبادره لكي يتم منحهم المال او يتم منحهم المساعدات. طيب اذا ما اردنا ان في نهايه هذه النافذه ان يعني أن نختم هذه النافذة برسائل أو بكلمات، يعني تفضلي إشراق. أنا رسالتي إلى الثوار في جميع الساحات رجاء أن نبتعد عن إثارة الفتن الطائفية، لأن هذه لعبة قذرة يمارسها كل متسلط وكل من يريد باليمن الهلاك. نحن أخوة، حتى لو اختلفنا، حتى ما اختلفنا مع المؤتمر نظل أخوة، ما اختلفنا مع أي شخص اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. يجب أن نتعامل بإنسانية، الإنسان أخو الإنسان الأخ الإنسان أخيه الإنسان، مع الاختلاف في الأفكار أو في الآراء أو في اتخاذ المواقف. أنت تتوقعين إشراق بأن هناك فتنة طائفية تلوح بالأفق وتهدد المجتمع اليمني؟ أنا ألاحظ أنه نعم، أنه من قبل التوقيع بقليل وبعد التوقيع أثيرت حرب طائفية، أثيرت حتى عبر الفيسبوك، عبر الساحات، وحتى بالذات في الساحات، ساحات شباب، ساحات الثوار في صنعاء وفي تعز وفي غيرها، حتى بدأت تمارس ألفاظ مناطقية. حتى عندنا في المدرسة طالبة تقول لأستاذة يا أستاذة يا عدنية جيش حلباء، يعني طائفية يعني ومناطقية نوعا ما نوعا ما. دعينا ننتقل إلى سماح، بماذا تودين أن نختم هذه النافذة أو هذا اللقاء؟ يعني أنا أوجه رسالة إلى الحكومة والأسماء التي شكلت الآن في الحكومة والحكومة المشتركة، سواء من المعارضة أو من الحكومة الماضية. الآن الشباب أو الشعب اليمني بشكل عام لم يعد هو الشعب المجهل الصامت. أنا أحذرهم من أي مخالفات قد يرتكبونها في هذه الحكومة القادمة، وأنا أضعهم أمام الميكروسكوب. هم الآن موضوعين أمام الميكروسكوب وأمام الضوء، هم نقطة تحت الضوء الآن. نحن سنحاكمهم وسنحاسبهم وسنكون مترقبون لكل أخطائهم في هذه الفترة القادمة. عليهم أن يقوموا ببناء اليمن الجديد، بناء شفاف قائم على الشفافية والمصداقية. عليهم أن يقوموا ببناء اليمن الجديد وردم كل المشاريع الصغيرة، سواء المشاريع الطائفية أو المشاريع التي زرعها النظام السابق كعراقيل أمام الحكومة الجديدة. عليهم أن يكونوا متيقظين أيضا لجميع كل ما قام به علي عبد الله صالح ليفشل هذه الحكومة. جميعنا نعلم أنه كان يريد أن يفشل هذه الحكومة وما زال يعمل لإفشالها. عليهم أن يكونوا متيقظين. هم الآن في أمام مسؤولية، وضعوا في أمام تحت مسؤولية كبيرة على عاتقهم. نحن نقدر هذا الشيء ونقدر أنهم الآن استلموا حكومة مفرغة من محتوى، هي كانت مفرغة من السابق لأنها كانت حكومة فاشلة، والآن هم مفرغة بالوضع الراهن. طيب أشكرك، تفضلي ماجد. هو كلمة أخيرة، نود أن نوضح للعالم بأننا ثورة شعبية وليست أزمة سياسية، هذه النقطة الأولى، وأننا باقون في الساحات إلى أن تتحقق جميع مطالبنا وأهدافنا، وأننا سنلاحق من تورط في إسفاك دماء في سفك دفاع اليمن دماء اليمنيين ونهب وممتلكات العامة والمؤسسات العامة والمال العام، وبأننا سنحاسب وسنعاقب كل من تورط في أي جريمة من الجرائم الموجودة في. ورسالة للحكومة بأننا نتوقع من هذه الحكومة الشيء اليسير له ويطبق على أرض الواقع. أشكرك ماجدة. ممكن نتعرف على الأخت اسمك الكريم؟ اسمك حماس. حماد،
اهلا وسهلا يا حماس، انت ثائره هنا في الساحه؟ ان شاء الله. طيب دعيني انتقل الى اشراق. اشراق كلمه عفوا يعني سماح يعني وبشكل مختصر يعني. انا اتفق مع اختي سماح بان الشعب لم يعد مثل الاول، تغيرت الشعوب. وايضا اضيف رساله بسيطه على الشباب البقاء في الساحه. شكرا. طيب عفراء تفضلي. انا احمل ثلاث رسائل. الرسالة الأولى إلى أبناء الشعب بشكل عام، سواء كان معارضا أو مؤيد، نحن الآن نمر في مرحلة مفصلية، يجب علينا الاصطفاف والتعاون. علي صالح ذهب، ورقته خلاص ذهبت، يجب علينا الآن تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، يجب علينا الاصطفاف من أجل بناء الدولة المدنية، بناء يمن جديد قائم على العدالة والحرية والمواطنة المتساوية والعدالة. رسالتي الثانية هي إلى حكومة الوفاق الوطني، عليكم الآن أن تثبتوا أنكم على قدر كبير من تحمل المسؤولية التي أعطيت إليكم. رسالة الثالثة إلى دول العالم، عليكم الآن ألا تتعاملوا مع بعض الرموز أو مع بعض الشخصيات، سواء في الأحزاب أو في الأنظمة أو في الحكومات. الشعب هو الباقي وهو الأبقى. نحن في ظل هذه الثورة نطمح ونتمنى بأن سنبني دولة ندية قائمة على الشراكة الفاعلة مع جميع الدول الأخرى، لن تكون دولة قائمة على التبعية. لذلك عليكم أن تقفوا إلى جانب الشعوب ولا تقفوا إلى جانب القادة أو الظلمة. أشكرك. طيب دعينا أيضا نتعرف. اسمك، اسمك يا حلوة؟ شيماء. شيماء من؟ شيماء خالد الخدري. طيب أنت إيش مطالبك في هذه الثورة؟ دوري إلى الكاميرا. وأنت اسمك يا حلوة؟ منتهى. منتهى، يا هلا منتهى. وأنت؟ إذا عبد الرحمن محمد علي المهدي. أهلا وسهلا. إذا مشاهدينا الكرام، في ختام هذه النافذة، رغم أن الجو بارد للغاية، إلا أن النقاش يظل ساخنا هنا في اليمن حول مستجدات الوضع اليمني، حكومة الوفاق وما يستجد في هذه التسوية السياسية. في ختام هذه النافذة أشكر ماجدة الصبري، كما أشكر سماح عبد الكافي، والشكر أيضا للأخت إشراق الماخذي، وكذلك للأخت سماح عبد الرحمن المهدي، كما هو الشكر أيضا لعفراء الحبوري. وأشكركم أنتم مشاهدين الكرام أينما كنتم، ونلتقيكم في النافذة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا.